النهارده بقى حطي المساحه على النار بالشكل ده كده، وارتاحي نهائيا من الشتاء ومن التراب ومن السقعه ومن البرد طول فتره الشتاء. يعني ايه؟ يعني لما نحط المساحه على النار هنرتاح تماما من الشتاء. تعالوا نشوف بقى مع بعض ازاي، وايه اللي هيريحنا فيها لما نحطها على النار بالشكل ده. حطي لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، صلي على الحبيب لو اول مره تشوفي قناتي، ما تنسيش تفعلي الجرس. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف بقى هنعمل ايه بالمساحه، وازاي بقى لما نحطها كده على النار هتجيب معانا نتيجه طول الشتاء، وهنرتاح من البرد والتراب والسقعه والهواء طول فتره الشتاء فيها. ونروح ماسكينها بسم الله الرحمن الرحيم ومطلعينها معانا بالشكل ده كده، وهتطلع معاكي، مش هتاخد معاكي يعني ايه وقت ولا حاجه اهي. اهي طلعت معايا، ما خدتش مني مجهود ولا حاجه. ايه هي دي؟ ده الجزء المهم. بصوا هي طبعا مبلوله، هننشفها معانا الاول قبل ما نستخدمها ونعمل بيها الوصفه بتاعتنا. حاولي ان انت ايه تفرديها معاكي كويس كده في البدايه. خدتها بقى معايا كده، حاولت ان انا انشفها شويه. طبعا كل ما تكون ناشفه كل ما هتديكي نتيجه افضل. بصوا بقى هناخد معانا المساحه بسم الله ونروح قصينها معانا بالشكل ده كده. زي ما بقولك اهم حاجة تكون المساحة، يعني الافضل ان انت تستخدمي واحدة قديمة عشان ما تكلفيش نفسك مصاريف وتكاليف على الفاضي اهي. وبقيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، سهلة جدا وما تعبتنيش في حاجه وما خدتش مني وقت. تعالوا نشوف بقى هنعمل بيها ايه، وازاي دي هتحمينا من الشتاء وهتحمينا من الرطوبه من الهواء ومن التراب. بقى انا عندي في الشباك بتاع اوضه الولاد الشباك مفارق معايا بالشكل ده. طبعا مش هقول لك ده بيدخل هواء عامل ازاي، شايفين كده يعني ايه مدخل ايدي كلها جواه، فطبعا ده بيدخل لنا سقعه كتيره جدا. فانا لما هجيب البتاع ده كده وهروح ماسكه معايا، انا ما عنديش طبعا مسدس شمع، فعندي مش هكلف نفسي واشتري مسدس، عندي قلم الشمع اللي بالشكل ده. ببدا ان انا ايه اسخنه كده على النار واروح بقى اخداه معايا كده اهو بالشكل ده، وطبعا بالاسفنجه بتاعتي دي من اولها كده، خديها من اولها لاخرها ونروح ماشيين عليها بالشكل ده اهي، وثبتيها بقى معاكي كويس، والزياده لو فيها اي حاجه زياده شيليها معاكي مفيش اي مشكله. انا بقى هثبتها كلها وهقص الزياده معاكم. دلوقتي بقى عندي الحته دي كده زايده، هعمل ايه؟ هجيب المقص كده بسم الله الرحمن الرحيم وهروح قصها اهي. اظبطيها بقى على قد ايه الشباك بتاعك بالظبط عشان ما يبقاش فيها اي زياده، وانت جايه تقفلي الشباك كده يتقفل معاكي وما يحتكش ببعضه. بصي بقى دلوقتي بقت عامله ازاي اهي، كلها ما بقتش ايه، ما بقتش باين فيها اي حاجه مفتحه. تمام كده، ناخد الثانيه بقى ونعملها بنفس الشكل برضو. دي بقى الجزء الثاني برضو بنفس الشكل، هعمل فيه نفس اللي انا عملته في الجزء الاولاني، يعني هجيبها كده وتقدري ان انت تقصيها من البدايه. هاخدها معايا كده اهو اهو بالشكل ده كده، طبعا سخنه جدا خلي بالكم لا تتلسع اهي. ناخدها من اولها برضو، بس هنرفعها فوق شويه عشان بس ايه تكون مظبوطه اهي كده، ونعيد عليها تاني طبعا بالمسدس الشمع هيكون اسهل، بس طول ما انت ما عندكيش مسدس خلاص يعني مش مشكله اهي. عيدي عليها تاني وبسرعه بقى وتروحي حطاها كده اهي، تمدي بايدك دي والايد التانيه تروحي ايه حطها الناحيه التانيه بالشكل ده، بحيث ان انت ايه وانت بتعمليها ما تطلعيش اللي انت حطيتيه. وهنكملها بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم والله بتجيب سقعه جامده جدا، الفكره دي حلوه قوي ان هي فعلا هتحمينا من برد الشتاء، عشان كده انا ما استخسرتش فيها المساحه بصراحه ورحت ايه خلعاها على طول وقلت استخدمها. عندي الجزء ده هقصه عليها مفيش اي مشكله. قصيتها معايا بقى، قصيتها معايا وبقيت بالشكل ده كده. طبعا هسيب الجزء اللي احنا ايه بنفتح ونقفل منه وهدخل على دي كده اهو،
بقيت معايا كده بالشكل ده، طبعا حاجزه اي هواء ممكن يدخل لها. هو كده بصوا الشباك بتاعي كده مقفول كده، مفيش اي هواء داخل ولا تراب ولا اي حاجه داخله. لكن الاول والله كانت بتدخل هواء ساقع، يعني هواء ساقع جدا، وانا نفسي لما كنت بقعد في الاوضه كنت بلاقيها مدخله هواء والدنيا ساقعه. وبكده ان انا يعني المساحه كلها كانت تقريبا ب7 جنيه او ب9 جنيه، بس ريحتني جدا من السقعه ومن الهواء ومن الرطوبه، وفي نفس الوقت شكلها مش وحش وكده يعني. وفي جميع الاحوال زي ما انتم شايفين انا بكون حاطه الستاره وبكون حاطه البرقع فوقيها، فيعني ايه شكلها برضو ما بيبقاش وحش في النهايه ومش باينه، بس السقعه كانت بتدخل من تحت هنا، وطبعا الستاير المخرمه مش هتحوش السقعه والهواء، فكانت بتدخلي برد جامد جدا. شايفين بقى كده اهي مش مبينه اي حاجه، والبرقع نازل على الستاره كده وشكلها عادي جدا، مفيش منها اي مشكله ولا شكل وحش ولا اي حاجه ولا واضحه اصلا اهو. وده كده شكلها من بعيد شويه، فكده يعني ارتحت جدا من الهواء ومن التراب اللي داخل، وكمان لو حد مدخن بره او مولع دخان بره كده مش هيجيلي الدخان، وفي نفس الوقت هكون محافظه على البيت جو نظيف من غير ما يدخلي بقى ولا دخان ولا تراب ولا سقعه ولا هواء ولا اي حاجه تانية. برضو هبقى اعمل معاكم بعد كده الجزء الثاني اللي هو ايه في الفرق بتاع الشباك ده. معلش هو مش كل الناس معاها ان هي تجيب شباك جديد اهو، الفرق بتاع الشباك اللي من النص ده مش كل الناس معاها ان هي تجيب شباك جديد، لكن ممكن بفكره بسيطه جدا تحمي البيت بتاعها من التراب ومن الدخان ومن الهواء والاتربه والحاجات دي. بتمنى الفكره تعجبكم وتجربوها. دلوقتي بقى عندي الفرش بتاعه المطبخ او السفنج بتاع المطبخ بالشكل ده كده، يعني انا حطاه في علاقه، والعلاقه دي عامله زي المصفى كده بتصفيه، بس برضو بيبقى فيه سبونجات زي دي كده بتعمل ريحه. طب هعمل ايه؟ هجيب بقى معايا الاسبونجه اللي بتعمل ريحه وبيكون ريحتها وحشه طبعا بتتغير باستمرار، واروح ماسكه كده ايه الاسبونجه حطاها هنا، وجايبه معايا الخل. لما اجي انقعها ما انقعهاش في صابون، لان الصابون مش هي يعني مش هيديني نتيجه اللي هي يبقى ريحتها حلوه ولا حاجه، لكن الخل ده مطهر. هنقعها بقى في الخل كده وهسيبها، تسيبيها بقى من بالليل للصبح كده في الخل، وبعد كده تاخديها حابه ان انت تنشفيها وتصفيها مفيش مشكله، حابه ان انت تسيبيها زي ما هي برده مفيش مشكله. برده باقي الفرشه الثانيه، او ممكن تجيبي معاكي علبه اكبر وتحطي فيها بقى باقي الفرشه الثانيه، او تحطيها بالشكل ده كده بحيث ان هي تضغط عليها اهو اهو، شايفين ازاي كده هتضغط عليها، وتحطيها بقى جنبك هنا كده في الحوض او جنب الحوض، او لو انت مخلصه مواعينك وحاجتك تقدري تحطيها في الحوض كده من الجنب، وتسيبيها تاخد وتدي معاها كده ايه في الخل، وبعد كده تطلعيها تعصريها وتنشفيها بان انت تحطيها بس تعلقيها في مكانها، هترجع معاكي ريحتها جميله جدا، مش هتلاقي ليها اي ريحه وحشه. بتمنى تكونوا استفدتم الفكره وما اكونش طولت عليكم. لو عجبتكم الافكار والوصفات ما تنسونيش بقى في الكومنتات ولايكات وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل الاشعارات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.